اعتبر النائب وليد جملاط أن السويداء في سوريا ليست بحاجة لمن يدافع عنها من لبنان أو غير لبنان أو لتسجيل بطولات وهمية على المنابر. جملاط وفي موقفه للأنباء أكد أن الطريق الصحيح لإعادة تصويب وجهة سلاح حزب الله بدل أن يتوه ويسقط في القصير أو غير القصير هو إعلان بعبدة والثوابت التي حددها الرئيس سليمان.